متابعينا في المملكة العربية السعودية، سعد الله اوقاتكم بكل خير. نهار اليوم استمرت الأحوال الجوية غير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية، وتكاثرت كمية من الغيوم الركامية الرعدية فوق مرتفعات جازان، عصير، الباحة، أجزاء من مرتفعات الطائف، مكة المكرمة، وصولا حتى مرتفعات المدينة المنورة. هذه الغيوم أو هذه الحالة من عدم استقرار الجوية ناتجة عن تدفق لكميات من الرطوبة المدارية الموسمية في مثل هذا الوقت من العام. يتوقع أن تستمر هذه التشكلات الرعدية خلال الأيام القليلة القادمة. المنطقة الشمالية تبقى تحت تأثيرات التيارات الغربية التي تعمل على تلطيف الأجواء كونها قادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط وذات طبيعة رطبة نوعا ما، تعمل على انخفاض على درجات الحرارة تكون بشكل ملموس خاصة خلال ساعات الليل فوق منطقة الجوف وأيضا أجزاء من الحدود الشمالية، على أن ترتفع درجة الحرارة من جديد خلال منتصف الأسبوع. نستعرض الآن وإياكم خرائط توزيع درجات أو توزيع الأمطار المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة اعتبارا من نهار اليوم، حيث تبقى المنطقة الجنوبية الغربية تحت تأثير هذه الأحوال الجوية غير المستقرة، وتتكاثر الغيوم الرعدية وتهطل زخات من الأمطار الرعدية فوق مرتفعات جازان، مرتفعات عصير، الباحة، وتمتد حتى مرتفعات الطائف. أيضا المنطقة الجنوبية الشرقية تشهد أحوال جوية غير مستقرة كنتيجة لتأثر أجزاء من سلطنة عمان ودولة الإمارات بهذه الغيوم الركامية التي ستتحرك تدريجيا نحو جنوب المملكة. يوم الاثنين يتجدد تشكل هذه الغيوم الرعدية الركامية فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، تكون غزيرة خاصة في منطقة جازان ومرتفعات جازان تحديدا خلال ساعات الظهيرة والعصر، أيضا تشمل عموم المرتفعات الغربية من المملكة. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة. تسود أجواء صافية بشكل عام مع 28 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 27 والرطوبة منخفضة، والرياح تكون ما بين الخفيفة والمعتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض وتوقعات الجوية للثلاثة أيام القادمة. يوم الاثنين 39 درجة مئوية متوقعة كحرارة عظمى، أما الصغرى 28، نفس الأجواء والحرارات يوم الثلاثاء. أما يوم الأربعاء تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار مع 39 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 27 درجة مئوية. نستعرض الآن وياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي المدن السعودية ليوم الاثنين. نبدأ من المنطقة الشمالية، تبوك 35 إلى 24 مع أجواء صافية، سكاكا 36 إلى 24، وعرعر 37 إلى 23 درجة مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 42 إلى 28 درجة مئوية، جدة تفرق لبعض الغيوم 33 إلى 30 درجة مئوية، مكة المكرمة 39 إلى 31، والطائف 31 إلى 23 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية، أحوال جوية غير مستقرة بشكل عام، زخات رعدية من الأمطار في عموم هذه المناطق، الباحة 27 إلى 20 مع زخات رعدية من الأمطار، أبها 29 إلى 20، وجازان زخات رعدية من الأمطار مع 36 إلى 29 درجة مئوية. نذهب الآن شرقا نحو الدمام، طقس صافي 41 إلى 30، حفر الباطن 39 إلى 26، والإحساء 42 إلى 28 درجة مئوية. نختم نشرتها بتوقعات الجوية للمنطقة الوسطى ونبدأ من العاصمة الرياض. طقس صافي 39 إلى 28، بريدة 39 إلى 25، وحائل تفرق لبعض الغيوم العالية بدون فعالية مع 38 إلى 22 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.